تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة. صرح المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الأشغال بأن الوزارة قد انتهت من إنجاز أعمال تطوير دوار شارع ولي العهد لتوفير مسار خاص للدوران العكسي أسفل الجسر للحركة المرورية القادمة من الشمال على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمتجهة إلى شارع الشيخ زايد للوصول لمنطقة عالي وسلم أباد ومنطقة مدينة عيسى التعليمية، وذلك ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية في المناطق الحيوية. وكانت الوزارة قد قدمت حزمة من المشاريع التحسينية العاجلة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحل الاختناقات المرورية، حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعا عاجلا ضمن خطة قصيرة المدى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة وتستغرق من 3 إلى 5 سنوات. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت الوزارة من أعمال تطوير دوار شارع ولي العهد من خلال توفير مسار خاص للدوران العكسي للحركة المرورية القادمة من الشمال على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والمتجهة على شارع الشيخ زايد للوصول لمنطقة عالي وسلم أباد ومنطقة مدينة عيسى وكذلك الإدارة العامة للمرور والإستاد الوطني، ذلك ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية في المناطق والشوارع الحيوية في المملكة. من شأن هذا المشروع أن يسهم في اختصار زمن الرحلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للدوار وتسهيل وصول الأهالي والمواطنين والمقيمين إلى مناطق سكناهم في منطقة عالي وسلم أباد، بينما يتم في الوقت نفسه استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى على شبكة الطرق في المملكة. طبعا أود أن أوضح بأن الطاقة الاستيعابية لمسار الدوران العكسي أسفل الجسر تصل إلى تقريبا 800 مركبة في الساعة، ومن المؤمل أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الازدحام المروري الحاصل على تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان للمرور المتجه إلى مدينة عيسى وسلم أباد. تأتي هذه الحزم من المشاريع من ضمن مشاريع تم تقديمها من قبل الوزارة للجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو ولي العهد، وهي أحد مبادرات سيدي صاحب السمو ولي العهد لحل الاقتناءات المرورية على شبكة الطرق في المملكة، حيث وافق سيدي صاحب السمو على 11 مشروع من هذه المشاريع العاجلة وقصيرة المدى. هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة استراتيجية متكاملة على شبكة الطرق في الوزارة تستغرق تقريبا من 3 إلى 5 سنوات، وفيها من أيضا جزء كبير منها من برنامج الدعم الخليجي. تعتبر هذه المشاريع هي أهم الروافد التي تعزز النهضة الاقتصادية في المملكة وكذلك الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.